كابتن ضياء السيد كان ضيفنا بالامس المدير الفني للفريق، وقال انه بيسعى انه مرحله التوقف الدولي دي يستعد بيها لعمل تدريبات اكثر دقه يخرج منها محقق الاهداف اللي عايزها، ومن خلالها يعمل نتائج افضل في المرحله المقبله. فمباريات سيراميكا كليوباترا تاسع الترتيب حتى الان كالتالي. سيراميكا كليوباترا اقول لكم بس انه اخر مباراه كان ختم بيها مبارياته في الدوري المصري الممتاز كانت امام طلائع الجيش وانتهت بالتعادل 2-2، كانت مباراه اغضبت قوي الكابتن ضياء السيد، الفريق مسجل ومتقدم وبيضيع بيضيع بيضيع لحد ما استقبل اهدافا او هدفين فاهدر نقطتين بعد اهدار الفرص. قال لنا امبارح انه في المباراه دي كان بيقول لهم والله كل ما بنضيع هنتعادل، وحس بكده وده اللي حصل. ماتشات سيراميكا كليوباترا المقبله كالتالي: هيلعب مع المصري، دي اول مباراه كانت كده كده متحدده يوم 26 يوم 16 يونيو الجوله 26 9 مساء في استاد الاسكندريه، الجوله 27 هيلعب مع الجونه في استاد خالد بشاره بعدها ب 10 ايام يعني، ثم يلتقي مع اسوان يوم 2 يوليو في استاد السويس الجديد ملعب سيراميكا كليوباترا، يبدا مؤجلاته مع الاهلي هيلتقي يوم 5 اغسطس في استاد السلام او الاهلي وي السلام الساعه 9 مساء. الجوله 29 المقص هيلعب مع سيراميكا كليوباترا يوم 8 اغسطس، مواجهه من المواجهات اللي بتبقى تقيله قوي يعني، لعبوا في الدوري تعادلوا، لعبوا في الكاس كسب المقص بفارق جول وودع سيراميكا كليوباترا المباراه دي او البطوله دي، ودلوقتي هيلعبوا المباراه الثالثه ليهم الموسم ده يوم 8 اغسطس. الجوله 30 يلعب سيراميكا كليوباترا مع غزل المحله يوم 12 اغسطس، كان سيراميكا كليوباترا كسب المحله في الدور الاول من المسابقه. نروح بعد كده للجولات الاربعه الاخيره: الاتحاد السكندري يستضيف سيراميكا كليوباترا يوم 15 اغسطس في استاد الاسكندريه، ثم اخر جولات لم يتحدد موعدها سيراميكا كليوباترا يستضيف الزمالك في استاد السويس الجديد، والجوله الاخيره وقبل الاخيره دجله مع سيراميكا كليوباترا في استاد السلام، والجوله الاخيره يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الاسماعيلي. كان سيراميكا كليوباترا قد فاز على الاسماعيلي في لقاء الدور الاول بعد ما حول تاخره بهدف الى فوز بهدفين. على اي حال كل الفرق بتستعد دلوقتي، ماتشات وديه بينهم وبين بعض، مستعدين لماتشات مضغوطه لبعضهم وهاديه لبعض اخر، ولكن الهدف واضح بالنسبه لكل الفرق: اخد الدوري، ادخل مربع ذهبي، اضمن البقاء في الدوري. فدعونا نرى من يحقق اهدافه.